من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أطلعه على تفاصيل المبادرة الإفريقية للسلام في أوكرانيا. وأعلن غوتيريش ترحيبه بالجهود الرامية إلى تحقيق السلام بأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تكون هناك نتيجة إيجابية في المحادثات بين الرئيس الروسي بوتين والقادة الأفارقة. بالطبع أأمل أن تكون هناك نتيجة إيجابية في المحادثات بين الرئيس بوتين والقادة الأفارقة فيما يتعلق بمبادرة البحر الأسود، وكذلك فيما يتعلق بالجهود التي نبذلها من أجل تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية.